مرحبا، حلقة جديدة من أجندة بنترافق فيها لنتابع آخر الأخبار على الساحة الفنية الدبلوماسية الثقافية والاجتماعية. والبداية هالأسبوع مع الحفل السنوي لجمعية أجيالنا، وذلك بحضور عدد من الشخصيات والداعمين يلي ساهموا بإنقاذ 3 حالات بحاجة لعمليات مستعجلة. مثل ما عودناكم كل سنة إنه يكون في حفل خيري لجمعية أجيالنا، طبعا بالبداية اللي أنا بحب أقوله إنه هيدا الحفل ريعه لثلاث عمليات كبيرة، لنور 12 سنة عندها عملية كانسر بالعين، وعنا شاب 17 سنة بدون ما نذكر اسمه، وعنا صبية تانية كمان 12 سنة. هالعمليات الثلاثة كبار إن شاء الله بهمة الضيوف اللي جايين اليوم حنقدر نغطيهم والله يبعث لهم الشفاء التام إن شاء الله. العشاء مثل ما شايفين اليوم جامع كل أسرة أجيالنا الكبيرة اللي هي بتمثل المجتمع البيروتي، واللي نحن بنشكرهم أنه كلهم موجودين معنا. وبحب أتشكر الفنان اللي شارك معنا كمان، إجا خصوصي من لندن عمر كمال، وما تردد أبداً أنه يقدم وقته ليعمل هالمساهمة معنا بهالحفل. اليوم صرنا ب 24 سنة، وسنة الجاية إن شاء الله بنحتفل مع بعض بال 25، عدد سنين طويلة، ولكن بنعتبر حالنا ببداية العمل، لأنه مثل ما إنك شايفة البلد بحاجة، يمكن كل سنة عم تكون أكثر من سنة قبلها، ونحن بهمة الستات المتطوعات إن شاء الله بنقدر دايما نخدم ونقدم للمجتمع الأفضل. المساهمة ممكن تكون مش دايما ضروري مادية، فيك أي شخص عنده بمجاله بيقدر يدعم، إن كان بالصحة، إن كان كطبيب أو بالأدوية، أو حتى إذا بيحب يجي يتطوع، كل هيدي بتوفر علينا مصاريف كبيرة وبتساعدنا لنقدر نخدم أكبر شريحة ممكنة من المجتمع. أنا رأيي وحبي لأجيالنا ما له حدود. نحن صاحبة المؤسسة دكتورة لينا، أنا وياها أصحاب من زمان، هالباشن اللي عندها ياه ما وقف من 20 سنة وجاي ما وقف، والعطاء اللي عندهم ياه الله عم يعطيهم أكتر وأكتر ليساعدوا هالناس المحتاجين. لو ما في هيك جمعيات ببلدنا ما كنا قدرنا نوقف على إجرينا. بقى نحن منحييهم من تلفزيون مستقبل ومنقول لهم الله يعطيهم العافية دايما. أنا لما حكيت الحكايات والقصص بشهر رمضان المبارك الفائت، كان هذا مجال لي لأطلع أكثر وأكثر على نشاط هالجمعية. يعني فعلا هالجمعية عم تبلور جراح ومآسي كتار من الناس، وعم تهتم فيهم وعم ترعاهم وعم تقدم لهم يمكن الأهل مش قادرين يقدموا لهم إياه. أنا بدي حقيقة وبتقول إنه العطاء مش بس بفيد المعوز، لا، هو العطاء بيرتد علينا خيرات ونعم من ربنا. جمعيات مثل أجيالنا أثبتت عبر الوقت إنه هي اشتغلت كتير ل يعني الناس ببيروت، وعطت إيجابية كبيرة كتير من الناحية الطبية والناحية الإنسانية والناحية التعليمية. بلدية بيروت دائما بتحرص أنه تساعد هيك جمعيات، لأنه البلدية بحد ذاتها بتكوين تبعها ما بتقدر أنه تساهم مباشرة للناس من الناحية التعليمية والناحية الطبية والناحية الإنسانية، فمركز كتير على أنه نساهم مع هالجمعيات هدول يلي هن برهنوا أنه هن جمعيات ناجحة وعطت يعني نتائج ممتازة. نحن ندعمهم ونشد على إيدهم ونقول الله يوفقهم.
طبعا بشرفني يكون بالعشر السنوي لجمعية أجيالنا اللي عودتنا سنة بعد سنة بنجاح كتير كبير. نجاحها هو المزيد من عطاءاتها. طبعا هالمؤسسة نحن هالجمعية لازم كلنا ندعمها، لأن الحقيقة واقفة قدام عائلات جدا كبيرة بكافة المجالات الصحية والمدرسية وغيرها، واللي نحن بحاجة لها. فبتمنى لهم دوام التوفيق، رئيس وأعضاء ومتطوعين، وهذا باسمي وباسم دولة الرئيس الحريري. طبعا مهرجان البيت اللبناني بنسخته ال11 بسبق الخيل ببيروت. هالمهرجان يعتبر الأكبر بالشرق الأوسط، وبيساهم بتنشيط الحركة السياحية من خلال استقطابه لآلاف الزوار من لبنانيين وأجانب، وبشكل فرصة لتشجيع الصناعة اللبنانية وجذب دول العالم لإنتاجنا اللبناني. كل التفاصيل بهالتقرير. بس انا بعتبره من اعظم الايفنتات اللي بتصيب لبنان، من اهمها يعني من ناحيه الاورجنايزيشن تبعيته، من ناحيه الواين قد ما هو الواين مهم هلا بلبنان، واداء عم يوصل انترناشونال اصلا. اوكي سو هيدي الصوره عم تفرجي صوره حلوه عن الواين اللبناني، والعالم عم تنطر من سنه لسنه، وبالعكس يعني حتى عم ينعمل بجبال وعم ينعمل بالزوق وعم ينطلب انه ينعمل بعد اكثر، حتى لانه العالم عم بتحب نوع هالايفنتات لانه اتس افيلي بروفيشنال. نحن بنسخته ال11 سنة الماضية عيدنا 10 سنين، فيها السنة 37 مصنع نبيد لبناني عم بيشترك بفيني فاست، في عنا بافيون اترانجي للنبيد الأجنبي. الراعي تبع هالسنة هو سويسرا، سفارة سويسرا هي رح تكون هون موجودة وهلأ رح تشوفوها. رح يقدموا كتير اشياء، محطات مهمة للنبيد، لانه في الإيكول أوتوليير دو لوزان يلي هي بشراكة مع جامعة لاساجيس رح يقدموا اشياء كتير مهمة عن نبيد وماستر كلاس، مثل تزوق، مثل لاردو لا تابل مثل ما بنسميه بالفرنساوي، وفي كمان سوميليير بتفهم بنبيد سويسرانية جاية على لبنان كمان بسفارة سويسرا تتعلم عن نبيد السويسراني، غير الفينيكول يلي يعني احنا كل سنة بنعملها، وبتيجي الاسوسياسيون دي سوميليير دوروب وبيعلموا نبيد كمان فيها، وهيدا كله مجاني اكيد. نحن كشركة كسارة كل سنة بننتسب، وكل سنة نحن من أول الناس اللي بنشترك بهالمعرض اللي هو بالنسبة لنا كتير مهم لسببين. أول شيء بيمثل الصناعة اللبنانية من ناحية المبيت، ونحن من رواد المصنعين النبيذ بلبنان. هلأ عم نحتفل بالمئة 161 سنة لشاتو كسارة. الشغلة الثانية هي إن اليوم كمان هيدي فرصة لنقدر نحكي مع المستهلك ونكون قريبين أكثر منه ونعرفه على شو عم بيصير معنا، شيء جديد والأصناف اللي طلعناها ومشاريعنا، لأنه الحمد لله هالسنة والسنة اللي قبلها كثير صار في عنا قصص جديدة فيها نحكي عنها. من القصص الجديدة إنه أطلقنا السنة صنفين جديد، واحد روزي بريميوم وواحد أبيض اسمه مرواح. نحن صرنا من أول معرض الفيني فاست من شاريك، وأهميتها أنه عم نعرف العالم أكثر على شاتو سان توما، وهيدي السنة it's very special لأنه شاتو سان توما عم بيعيد عيد 20 لتأسيسه،
بالواين ميكينج، بس طبعا عندنا بالعائله مور ذان 60 ييرز اكسبيرينس بالديستيليشن وبال وبالكرمه، بزراعه الكرمه. فهيدي هي، وبحب هيك اذكر انه شاتو سان توما هي فاميلي واينري، كلنا انفولف بال بال بالواين من كبيرنا لصغيرنا. ف اتس ا باشن. نحن دائما عندنا ايفنتس بالواينري، وكمان هيدي السنه عم نعيد، كمان صار لنا 20 سنه عم نعمل ايفنت الهارفست ايفنت. فبندعي هيك لاصحاب العيال بتجي بتشارك معنا بقطف العنب، وبيشاركوا انه بيصيروا يتعرفوا اكثر على البروسيس تبع الواين ميكينج. هيك الهدف يعني كمان انه يتقربوا اكثر من الارض والطبيعه، ويعرفوا اكثر عن هذا الموضوع. رح يكمل معكم ولكن بعد البريك، خليكن معنا. هيدا المعرض اليوم عم نحكي عن حلم للفنان صفوان دحول، اللي هو بلش فيه بالثمانينات وبعده اليوم عم بيستمر وما زال يحلم صفوان دحول. وهو المعرض عم بيجسد اذا بدك حالات عم بيعيشها الفنان، وكل حدا هي طالعه من احاسيس بالنهايه. وهيدا المعرض اللي عم نشوفه بيتضمن 12 عمل. منتابع أجندة من مدينة جبيل يلي أحيت مهرجان البيرة البافاري الألماني أكتوبر فيست، ويلي استمر ليومين، حيث نقلت بلدية جبيل هالتقليد البافاري التاريخي على لبنان بهدف نشر التلاقي بين الشعبين. المهرجان ضم كل أنواع البيرة الألمانية بالإضافة للمأكولات والموسيقى والرقص. كل الأجواء بهالتقرير. هالسنة كمان مرجع منعرفكم على شي جديد بألمانيا مثل ما عملنا سنة الماضية، بس هالسنة حبينا نكبر بعد أكثر من هيك ونعرف شوي على الكولتور الألماني وعلى البيرة الألمانية وعلى طريقة الأكل بألمانيا. وزيت الشيء مثل كل سنة حسب ما بتلاقوا وصورت بتلاقي كتير عالم كتير بهمهم يتعرفوا هيدا الكولتور، هيدا الشيء اللي عم يصير بألمانيا. ومبسوطين لأنه هيدي السنة كمان جايبين السنة الملكة، ملكة البيرة وصلت هالسنة، وعندنا فلوريان من مطار ميونيك، وفي عندنا الأخ صديقنا ميشيل اللي هو عم كان عم يحكي وعم يخبر على كل الأخبار. يعني قد ما في يحكي مش قد ما هو يعني يحكي. عن جد واحد بيرتاح بهيك فيستيفال لأنه على طبيعته بتجي سبور، ما في شيء رسمي، وبيشرب بيرة، كبيتين بيرة وبيشرب هيدي ما بيفكر بير. عن جد وجبال وميونيخ كثير بيشبهوا بعضهم. الايفنت كثير حلو، معمول نفسه نقلين التقاليد الحضاريه تبعت ميونخ واصلين على منطقه جبيل، وهي من اجمل لحظات انك تشوف الناس مبسوطه كانها بميونخ. نسبه العالم فوق ال 2000 شخص على الافتتاح.
بالمبدأ نحن مجموعين مع مكتب السياحة ميونخ فلوريان. He's head of marketing of tourism office in Munich. Mainly we are trying to do the best to mix this two culture, and we are trying to bring this culture to Jbeil, to Byblos, our main city, one of the oldest cities in the world. And we are looking forward to have this event every year. Hopefully it's gonna be a yearly event, Oktoberfest Byblos. And today we brought you a glimpse of Oktoberfest, a taste of Munich here to Byblos. But I want to invite everybody to visit Munich, the city of life, the city of history, the city of art and culture, to experience something new. So please take your time, come for the Oktoberfest to Munich, come for the Christmas market, or just come in the summertime to have a good time. Thank you very much. بريك إعلاني وبنرجع معكم لنتابع حلقة اليوم من أجندة. خليكن معنا. اليوم عاملين معرض عند طاولة سوق الطيب. مسيو كمال مزوق هو اللي مؤسس سوق الطيب، قال لي هيئتها كتير بتحب الأكل هالماي فات ليدي. هو معرض لماي فات ليدي رسماتي، بقى عملناها بكل حالاتها وعم تاكل كل شي عبالها تاكله. My Fat Lady رسم وجواش، هي ناصحة، صبية ناصحة بس مفكرة حالها ضعيفة، وما بهمها، بتلبس دو بياس، بتلبس مايو كل الوقت وبتاكل كل شيء عبالها تاكله، بقى ما عندها أي حدود، بتحب الحياة والألوان. بقى اليوم عارضينا بطاولة سوق الطيب، وأكيد طاولة وكمال مزوق أصروا إنه لازم يكون الأكل كمان كريم، ويعني في عنا فريز وجاتو ونمورة وشو ما بدكن. برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي أقيم الحفل السنوي التكريمي لجوائز لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم زمالة المشرق العربي، ويلي جمع عدد من الوجوه التربوية والدبلوماسية والنسائية. كل التفاصيل بهالتقرير. هذا الحدث حدث كتير مهم، بيعني لي كتير، لأنه هذا الحدث بيعني أنه عم بي لوريال يونسكو بالمشاركة مع CNRS عم بيشجعوا النساء بالعلم. هذا شيء كتير مهم للنساء بكل أنحاء العالم، لأنه عم بيفرجونا أنه نحن قادرين، النساء قادرين نكون مثل الرجال وأكثر كمان، قادرين نوصل بالعلم. المرأة منا بس جمال، المرأة جمال وعقل. فأكيد عم بيعزز لي ثقتي بنفسي، عم بيفتح لي بواب كتيرة بمجال شغل. أنا كتير بفتخر إني حزت على الزميلة هيدي السنة، هي شهادة مرموقة صراحة واعتراف جدا مهم بمساهماتنا وبإنجازاتنا وبتضوي على قدرة النساء بشكل عام، وإنه النساء قادرين إنه هن يوصلوا، قادرين إنه يقدموا. ومثل ما يعني شعار لوريال يونسكو هو
بقول العالم بحاجة للعلم والعلم بحاجة للمرأة، وجود المرأة هو كتير ضروري لأنه هي عندها القوة وعندها القدرة إنها تعمل فرق. يعني الحقيقة هذا الحدث بحد ذاته أول شيء بيظهر هالطاقات الفكرية الموجودة لدى المرأة العربية بصورة عامة واللبنانية بصورة خاصة، وأيضا هالقدرة الإمكانية على الإبداع والاختراع. وأنه أنا هلا عملت جولة وتحدثت معهم، الحقيقة واحد بيلاقي أنه في اختراعات، في إبداعات رائعة يمكن ما حدا فكر فيها بالماضي وأنجزوها السيدات اليوم. هذا بيأكد أنه المرأة العربية بصورة عامة واللبنانية أيضا عندها كل الإمكانيات، كل القدرات، كل العلم، المعرفة، الثقافة، الالتزام وأيضا التفاني بالعمل من أجل إن كان تطوير أفكار بتساعد البشرية، لأن هودي كلهم لهم علاقة بالأمراض، بساعدوا البشرية بصورة عامة وبينقذوا أرواح كثيرة. وأيضا هي نفس هذه المرأة عندها قدرات أنه تكون أيضا فاعلة من ضمن المجتمع اللبناني وعلى مستوى القرار السياسي الوطني والقرار الاستراتيجي. هيدي مناسبة لنضوي على الدور اللي عم تلعبه السيدات العرب وخاصة السيدة اللبنانية يلي عم بيشتغلوا بالعلم وعم بيلعبوا دور متميز جدا وعم بيعملوا إنجازات علمية وتقنية بعلوم الحياة وبالعلوم الفيزيائية يلي هي محاور برنامج لوريال اليونسكو. ونحن كلجنة تحكيم عنا ما يمكن تسميته بالمعاناة، لأنه على كثرة المرشحات المتميزات بيكون عنا مشاكل مين بدنا ننقي، مين بدنا ننقي، لأنه في وفرة بالملفات المتميزة، علما أنه البرنامج ما بيسمح لنا ناخد إلا من كل بلد مرشحة وحدة. وهيدي كانت حلقة أجندا لهالأسبوع. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الثقافية وغيرها فيكن ترسلونا على البريد الإلكتروني agenda@future.com.lb، وكمان فيكن ترجعوا تشوفوا الحلقة على futuretvnetwork.com. بودعكم وبقلكم باي.